نوه سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022. التقرير تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. أكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حريصة دائما على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته وصون كرامته دون تمييز كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والإنسانية الرائدة انسجاما مع قيمها التاريخية وثوابتها الدستورية في صون حقوق الإنسان وكرامته وتعزيزها على أسس من الاحترام والمساواة والعدالة. أعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية المختلفة، ومشيدا بمخرجات الحوار السادس لحقوق الإنسان غير الرسمي الذي عقد في 27 من أكتوبر 2022 في المنامة والذي نتج عنه العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة.